ولا الهرم، الشنطوري يا محترم، ولا ابو الهول ولا الهرم، الشنطوري يا محترم. وشكرا ليك يا شنطوري يا شنطوري. لا 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 شنطورة هو، شنطورة هو، احنا بنحبك يا عم الشنطوري. لا 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 شنطوري شنطوري بنحبه الليلة، شنطوري بنحبه الليلة، شنطوري شنطوري. مدد 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 اللي تحت سيد البلد، مدد 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 اللي تحت سيد البلد، مدد 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 الشنطوري ابن البلد، مدد 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 الشنطوري ابن البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الكرة مع الشنطوري. وزي ما قال حميدو، مدد 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 الاتحاد سيد البلد، ومدد مدد مدد الشنطوري ابن البلد. وبالتالي النهاردة حلقة شنطورية كالمعتاد، هتكون حلقة شنطورية كلها صواريخ نارية بنكهة سكندرية، وتحية لجماهير الاتحاد الوفية وكل الاحترام والتقدير لمجلس الاتحادوية. مليون مبروك عليكم البطولة العربية والجهاز واللعيبة، مية مية. النهاردة هيكون ضيفنا إن شاء الله ذو الخلق العالي وعلى الإسكندرانية قريب وغالي. ضيفنا النهاردة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الأستاذ إسماعيل محمد، هيرد على كل حاجة تشغل بالك وبالي. طبعاً النهاردة مش هقول لكم بقى نحضر كوباية الشاي وكوباية العصير، النهاردة هنقول وزعوا الشربات. الاتحاد يحصل على سابع البطولات العربية، سابع مرة في تاريخه، وتاني مرة البطولة على التوالي طبعا لفريق كرة السلة. النهاردة احتفالية كبيرة إن شاء الله بنادي الاتحاد السكندري، إن شاء الله تستمتعوا معانا بالحلقة. طبعا سؤال الحلقة كالمعتاد اللي بنبدأ بيه، هل الاتحاد السكندري قادر على الفوز بالبطولة العربية لكرة القدم؟ طبعا حضراتكم عارفين البيج بتاعنا الكرة مع الشنطوري على الفيسبوك، حضراتكم بتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. والفقرة إن شاء الله اللي جاية هيكون معانا الضيف الأستاذ إسماعيل محمد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد، هنقرأ بعض التعليقات وهيعلق عليها. طبعا البداية هتكون دلوقتي بعد الليلة السعيدة اللي احنا جايين نتكلم عنها، حصلت مهزلة في كرة السلة المصرية بكل معاني الكلمة. الأهلي يفوز على الزمالك في دور ال 16 لكأس مصر 92-80، مش دي المهزلة، عادي جدا القطبين الأهلي يفوز مرة الزمالك يفوز مرة، ولكن المهزلة إن هناك لاعب في الأهلي اسمه إيهاب أمين في آخر ثواني المباراة عطى لاعب من الزمالك كوبري بالإيد. طبعا دي جديدة في كرة السلة أو ما بنشوفهاش كتير. اللعبة دي العرف السائد في كرة السلة إن هي بتعتبر سوء سلوك ما بين اللعيبة أو الأجهزة وبعضها، ولكن قانونا هي ما فيش فيها أي مشكلة. طبعا إيهاب أمين عطى كوبري للاعب الباسكت في الزمالك، هاجت الدنيا وماجت، وطبعا الزمالك كان خسران والاهلي كان كسبان، اعتبروها ان هي استهتار بيهم. وطبعا حضراتكم شفتوا ضرب بقى وحذف بالكراسي وازايز ميه، ودي مهزله بكل المقاييس ولابد من عقاب المخطئ عقاب شديد جدا. كمان النهارده سموحه السكندري يفجر مفاجاه من العيار الثقيل في كره السله ايضا، ويهزم الجزيره بطل الكاس 74-72 ويخرجه من كأس مصر. قبل ما نطلع نشوف تقرير لتهنئة من البرنامج لنادي الاتحاد ومجلس ادارته وجمهوره ولاعبيه، عايز اقول لحضراتكم سريعا دوري الابطال النهارده اتلعب، وليفربول نجح ان هو يفوز على جينك البلجيكي 2-1، اما الانتر فبعد ان كان متقدم على بروسيا دورتموند 2-0 خسر 3-2. دول طبعا اهم النتائج اللي اتلعبت النهارده. وكمان ما ننساش برشلونه تعادل مع سلافيا براغ في ملعبها بدون اهداف فالفيردي وميسي، والبارسا تعاني كما هو الحال بالنسبة لريال مدريد.
طبعا البدايه دلوقتي هنطلع تقرير نشوف تهنئه من البرنامج لنادي الاتحاد السكندري ولقاء مع زعيم وكبير الاسكندريه الاستاذ محمد مسلحي. تعالوا نشوف قال ايه وتعالوا نشوف الناس استقبلته ازاي ونرجع بقى نستقبل نجمنا نجم نادي الاتحاد السكندري المدير الفني السابق لنادي الاتحاد امين دايره مينا البصل بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري ولاعب منتخب مصر السابق في الكره الطايره الاستاذ اسماعيل محمد. نطلع نشوف التهنئه والاستاذ محمد مسلحي وانتظرونا بعد التقرير. استاذ محمد مسلحي بعد الانجاز التاريخي اللي تحقق الفوز بالبطوله العربيه للمره السابعه في تاريخ نادي الاتحاد والمره الثانيه على التوالي والحفاظ على اللقب اصعب من الفوز باللقب، اليوم مبروك يا ريس. مبروك يا محمد والحمد لله، مبروك نادي الاتحاد وزي ما انت حضرتك قلت ان هم بطولتين ورا بعض وسبعه في تاريخ نادي الاتحاد. لا الاحتفاظ باللقب الاحتفاظ باللقب ان انت تفوز باللقب، ولكن الحمد لله النتيجه مشرفه جدا ومكسب كبير ان انت تكسب مباراه. على فكره ده نهائي اتحاد سنتين، ثاني مره بيروت السنه اللي فاتت بيروت والسنه دي اهو الحمد لله بالظبط 4 بونت بالظبط، ولكن الحمد لله يعني اللي جاي احسن ان شاء الله، وعايزين نركز في الدوري واللعيبه مركزه نعملوا حاجه السنه دي ان شاء الله، ولكن انا مش عايز اوعد بقى السنه دي اقول دوري وكاس عشان الامور هي بصراحه السنه اللي فاتت، فان شاء الله يبقى خير ان شاء الله. كلماتك كانت ليها قبل المباراه كلنا شفناها في السوشيال ميديا كان ليها مفعول السحر. هقول لك حصل كده ليه؟ انا قبل المباراه بالظبط دخل حوالي 1200 واحد تونسي الملعب مره واحده، الماتش ابتدى الساعه 5، الساعه 5 ل 5 لقيت الملعب كله اتملى، فانا اخدت بالي ان اللعيبه اتخضت وفي لعيبه منهم صغيرين في السن ما لعبوش قبل كده دي وسط جمهور، فانا قلت لاحمد عم جيت زميلي في مجلس الاداره قلت له يلا بينا ننزل بسرعه، فنزلت فرقه هم شافتني فجمعتهم في ثانيه وقلت لهم انا مش شايف الماتش ده قدامي، انا شايف الماتش الفاينل، فانتوا الماتش ده هتكسبوه وانتوا ابطال العرب فانتوا لازم تكسبوا الماتش ده باي طريقه، اسكندريه كلها مستنياكم، وده الكلام كان واضح، ولكن اللعيبه حاسه قد ايه بالحرقه اللي انا كنت فيها، وهم نفسهم وعدوني ساعتها قلت له انا هنكسب وهنكسب، ولكن انت لما تشوف مباراه وتوصل 18 نقطه لا ده كان انجاز انت بتلعب منتخب تونس، على فكره انت ما بتلعبش تونس، الناس هنا شايفه بس ان احنا بنلعب مانشستر، لا ده تونس في منهم 7 لعيبه توانسه وفي 2 امريكان، فلعيبه على مستوى عالي جدا، ولكن انا مش عايز اقول بس ان انا بتكلم على اللعيبه، انا حابب ان انا اتكلم على احمد مرعي ده مدير فني عملاق يعني بصراحه ما شاء الله عليه حاجه محترمه جدا، وراجل عادل وراجل بيعمل تغييرات كلها عادله، واللعيبه كلها اللي بيلعب او ما بيلعبش كله موت نفسه، ولكن حبيب عليا ربنا يكرمك. وانا اللي انا عاوز اقوله ان نادي الاتحاد ده نادي عظيم جدا جدا جدا، في شباب هنا لسه ما عدوش 20 سنه ما شافوش نادي الاتحاد ده زمان، نادي الاتحاد ده ما كانش موجود من 20 سنه، ولكن انا بقول نادي الاتحاد ده قيمه كبيره جدا، حافظوا عليه، محمد موجود النهارده بكره مش موجود، ولكن حافظوا على النادي، نادي لا يستحق مننا احنا نخدمه كل قلبنا. شفت استقبال الناس دي كلها اللي سهره لغايه الساعه 3 الفجر. بص ما هي دي النقطه اللي انا يعني ما دي بقى اللي انت بتحاول تفكر فيها ازاي؟ فكر فيها ان جمهورك ده انت ساعات تقول له مثلا ايه ماتش هيتلعب في استاد برج العرب ما تليش مثلا فيها 1000 واحد، ولكن النهارده مكسب زي ده انت شايف ناس غلط 2 الصبح او 3 الصبح والناس كلها متواجده، حتى اللعيب الامريكاني النهارده بيتكلم، لسه انا بقول الكلام ده، اللعيب الامريكاني بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول لك انا ما شفتش كده، كان بيلعب منتخب مع اليونان في نادي ايك ما بيشوفش الكلام ده، ولكن هنا في اسكندريه شعب اسكندريه عظيم، شعب اسكندريه جميل جدا، فانا بقول لهم دعموا نادي الاتحاد، حبوا نادي الاتحاد، نادي الاتحاد يستحق انها تحب. اخر سؤال، الاتحاد سيد العرب في الباسكت، هل ممكن ان شاء الله يكون سيد العرب في كره القدم هذا الموسم؟ ده حلم بالنسبه لي، حلم ان انا اشوف ان انا يعني اتمتع بنادي الاتحاد للباسكت والكوره. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه وتاني بنكرر تهنئتنا لنادي الاتحاد السكندري وادارته وجمهوره والجهاز الفني واللاعبين، مليون مبروك، بطوله غاليه، وخاصه ان الفوز باللقب
شيء صعب، ولكن الحفاظ على اللقب ده شيء أصعب. طبعا دلوقتي بنرحب بضيفنا ونجمنا الخلوق المحترم، وزي ما قلنا ذو الخلق العالي، على الاسكندرانيه قريب وغالي، وهيجاوب لنا بقى على كل اللي هيشغل بال حضراتكم وبالي، استاذ اسماعيل محمد. مساء الشنطره. مساء النور يا استاذ محمد، وبشكر حضرتك على المقدمه الجميله دي، وبهنيك على البرنامج الجميل. ربنا يخليك، شرفتنا ونورتنا. شكرا جدا. البدايه دايما بتكون مع الضيف بسؤال الحلقه: هل الاتحاد السكندري يا استاذ اسماعيل قادر على الفوز بالبطوله العربيه لكره القدم زي ما عملها في كره السله؟ احنا لو نرجع للسنه اللي فاتت في البطوله العربيه، هنلاقي ان نادي الاتحاد صعد في دور ال 32 على حساب حامل اللقب في البطوله العربيه ترجل. اللي هو الترجي التونسي. تمام. طلعنا دور ال 16 كسبنا الزمالك، وصلنا لدور الثمانيه كانت المقابله مع فريق كبير بصراحه الهلال السعودي، ما حالفناش الحظ، بس قالوا ان الاتحاد السكندري هو الحصان الاسود في البطوله العربيه. انت شايف بالجهاز واللعيبه دي يقدر يوصل بعيد لابعد مدى ممكن؟ طموحنا ملوش حدود كمجلس اداره، والجهاز الفني برضه طموحه ملوش حدود. معانا جهاز فني محترم، ومعانا لعيبه قادره على الفوز، املنا فيهم كبير، وان شاء الله نتمنى ان احنا باذن الله نحقق البطوله العربيه. طيب هنبص هنشوف تعليقات بعض الساده اللي علقوا معانا في السوشيال ميديا، ونرجع حضرتك تعلق لنا عليهم. الاستاذ محمود عطيه بيقول: صباح الشنطره يا ابو الكباتن، بالنسبه للسؤال سيد البلد عنده فريق محترم وكل شيء وارد في ظل عدم وجود سيد العرب للقاره الافريقيه، تعليق حضرتك؟ بيقول كل شيء وارد ان الاتحاد ممكن ان هو يفوز فعلا في العربيه. انا هقول لحضرتك على حاجه: اي فرقه تنزل تنزل نادي الاتحاد تيم كبير، ان شاء الله ربنا يوفقنا. زي ما قلت لحضرتك طموحنا ملوش حدود، ان شاء الله ربنا يوفقنا، واملنا ان احنا نفوز بالبطوله العربيه، هو ده الحلم، هو ده الامل باذن الله. طيب تعال نشوف مع بعض مجلس الاداره، بعض اعضاء مجلس الاداره قالوا ايه، والجهاز الفني بقياده الكابتن احمد مرعي والكابتن عمرو السبخي قالوا ايه، ونرجع حضرتك تعلق لنا على الكلام ده. جاهزين يا جماعه بالتقرير؟ اتفضل. يحقق نادي الاتحاد السكندري بطولة العرب وكأس العرب، دي حاجة مفخرة لينا ومفخرة لمصر، يعني ان نادي من جمهورية مصر يحقق البطولة موسمين ورا بعض، دي ما حصلتش يعني الحمد لله لغاية دلوقتي، و 7 مرات احنا ابطال العرب، دي حاجه كبيره جدا وشرف لنا كبير. طبعا استاذ ابراهيم، المجلس الاداره الاول الداعم هو الفريق، اتكلمنا عن دور مجلس الاداره. والله يمكن من اول يوم جينا الدوره ديت فيها الاستاذ محمد اكد على عوده البطولات لزعيم الصقر، بحيث انها كانت يعني خرجت من اسكندريه شويه، وصممنا على عوده البطولات. يمكن كان حصل لنا برضو بعض الاخفاقات كده واحنا شغالين يعني، بس كان عندنا اصرار انها تعود، الحمد لله انها عادت، وعادت بقوه بفضل الله يعني، بفضل اللعيبه الرجاله اللي هم حققوا البطوله في لبنان في المغرب. الاتحاد سيد العرب، الحمد لله هو سيد البلد وسيد العرب، واحنا سعداء جدا بجد اللي احنا رجعنا تاني الاسم الكبير لنادي الاتحاد فعلا، اللي هو موجود وهيفضل موجود العمر كله. الدنيا كلها دلوقتي بتتكلم على نادي الاتحاد وعلى البطولات وعلى الانجازات، وديت مفخره لينا بجد يعني. اليوم مبروك يا استاذ ابراهيم. شاكر جدا، الله يخليك. الاستاذ احمد عبد المجيد، عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه فريق نادي الاتحاد السكندري في البطوله العربيه، مشرفنا ومنورنا، اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا وسهلا بيكم، اهلا بيكم، شرفنا في نادي الاتحاد قلعه اسكندريه في الباسكت بول. تقول ايه عن البطوله يا كابتن؟ البطوله كانت بطوله قويه جدا بالاسامي الفرق اللي كانت موجوده فيها، بس الحمد لله كان عندنا اول ماتش بيتغلبنا، بس الكابتن مرعي قدر يعوض،
قدر يلعب على الفريق المنافس بقوه. الحمد لله ورانا كمان بالبطوله الحمد لله تاني مره على التوالي. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. الله يخليك. تقول ايه لجماهير اسكندريه اللي محتفيه بيكم النهارده؟ لهم الف مبروك وان شاء الله دي بدايه تبقى بدايه كويسه، ولسه اللي جايه ان شاء الله الكاس والدوري والبطوله العربيه جايه ان شاء الله عندنا امل فيها، ان شاء الله نخطط لها كويس ان شاء الله. طب بمناسبه كره السله والبطوله العربيه، ما نقدرش نغفل الفوز بتاع نادي الاتحاد على فريق المحرك البحريني في البطوله العربيه، تقول ايه برضو لفريق كره القدم؟ اقول لهم بالتوفيق ان شاء الله، يا جت في نفس الوقت الحمد لله. ربنا يوفقهم في الماتش العوده، لسه ما وصلناش، عندنا ماتش مهم جدا في ملعبهم هناك، وفريق قوي مش فريق مش ضعيف زي ما الناس بتتكلم، فان شاء الله ربنا يكرمنا يوم 26 ونخش الدور الثاني اللي بعد الدور اللي بعديه ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن، ودايما وش حضرتك كويس على كل الفرق باذن الله. الف مبروك ليك وكل الاسكندرانيه الحمد لله. الكابتن احمد مرعي المدير الفني لفريق الباسكت بنادي الاتحاد السكندري، بنقول له الف مبروك على البطوله يا كابتن. الله يبارك فيك يا كابتن. شكرا. شكرا. تقول ايه يا كابتن على البطوله ومشواركه في البطوله؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، المشوار بدا من اكتر من شهرين تقريبا بفتره اعداد الحريري وبطوله دوليه هنا في مصر مع فتره اعداد طويله يعني، والحمد لله يعني لما رحنا المغرب في البطوله العربيه لقينا المستوى الفرق اللي جايه يعني حاجه، كانت البطوله دي كانت حاجه يعني اربع خمس فرق جايين عشان ياخدوا البطوله، واضح من التشكيلات هم اللعيبه المحترفين اللي هم جايبينهم، من طريقه استقدامهم لبعض اللعيبه يعني زي فرقه تونس يعني، جابت كل اللعيبه اللي بيلعبوا في منتخب تونس لعبتهم في نادي واحد اللي هو نادي المنستير وحطت معاه اثنين محترفين، فكان في يعني تحفز من انديه كتير للفوز بالبطوله دي، لكن فالحمد لله ولادنا قدروا انهم يتغلبوا على الموضوع ده خطوه بخطوه مباراه ورا مباراه، بس كل مباراه فعلا كانت مشكله يعني. الحمد لله ان ربنا توج مجهودكم طول البطوله يا كابتن بالبطوله، وجمهور الاتحاد النهارده في الاحتفاليه ديت مستني منكم اكتر من البطوله العربيه، توعيتهم بيها يا كابتن؟ طبعا هو ده هدفنا، من يعني ده من غير ما اقول ان هو وعد، هو ده اصلا هدف اساسي للجهاز وللاعيبه، هو بطوله الدوري والكاس ان شاء الله يعني. طب تقول ايه لمجلس الاداره يا كابتن؟ والله انا بشكرهم كلهم فردا فردا على رئاستهم محمد بن صلحي واحمد عبد المجيد ومش عايز انسى حد وهشام وكلهم بدون مع الاحتفاظ للالقاب يعني، بصراحه كلهم واقفين ورا الفرقه وبيسالوا ايه اللي احنا عايزينه وبيعملوه بالكامل، ومش عايز اقول لك بقى التواجد والتشجيع وكل حاجه يعني. تمام يا كابتن، دايما كده مشرفنا ومنورنا، ودايما نلتقي بيك في البطولات على طول يا كابتن. شاكر. شكرا. كابتن عمرو السبخي اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا بيك، زي حضرتك يا رب. الف مبروك الفوز بالبطوله العربيه يا كابتن. الله يبارك فيك يا رب، ورب دايما جمهور اسكندريه فرحان ونقدر نعمل لهم احسن من كده ان شاء الله باذن الله. يا كابتن تقول ايه عن مشوار البطوله؟ لا مشوار صعب قوي الحمد لله، بطوله قويه جدا الحمد لله، مكسبنا ليها السنه الثانيه على التوالي بيرجع هيبه السله المصريه في الوطن العربي، ان شاء الله نكمل على كده ونقدر كمان نمشي في المشوار المحلي بامل نرجع الامل للناس اللي هي جايه ورانا ديت، نرجع لهم تاني بطوله الدوري للشاطبي باذن الله. تهدي البطوله دي لمين يا كابتن؟ للجمهور طبعا، للجمهور اللي هو بيحب النادي بطريقه غير طبيعيه، وراه في كل وقت في الصعب وفي الوقت الكويس، الناس جت استنتنا الساعه 4 الفجر لغايه 4 الفجر، ما كناش متخيلين ابدا هيكون الكميه ديت، وطبعا برضو المجلس الاداره اللي هو بيدعم الفرقه بشكل غير طبيعي، وان شاء الله الجمهور. اهلا بحضراتكم مره تانية، وطبعا سمعنا الاستاذ ابراهيم شعبان عضو مجلس الاداره والاستاذ احمد عبد المجيد عضو مجلس الاداره، وطبعا كان رئيس البعثه في المغرب، وكمان سمعنا الكابتن احمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد والمدرب العام الاستاذ عمرو السبخي او الكابتن عمرو السبخي. هنسمع بقى تعقيب الاستاذ اسماعيل محمد على الكلام اللي هم قالوه. الحقيقه زمايلي في المجلس لخصوا موضوع مهم جدا، احنا اول ما جينا مسكنا مجلس الاداره الاستاذ محمد مصلحي قال احنا عندنا عيبين، عيب كره القدم والعيب كره السله. احنا كره السله حضرتك عارف قلعه كره السله في مصر الاتحاد السكندري، جمهور الاتحاد السكندري مش هيقبل لا رابع دوري ولا سادس دوري ولا ثالث دوري، احنا ابطال السله في مصر. تمام. فابتدينا الاستاذ محمد مصلحي طبعا بذل مجهود كبير جدا ان هو يبتدي ان هو يتفاوض مع لعيبه على مستوى عالي، لعيبه تليق باسم كره السله في نادي الاتحاد.
قصه البطوله العربيه احنا فوجئنا ان الاستاذ محمد مصلحي واحنا بنبني الفرقه ابتدى ان هو يعمل اتصالات. احنا ما لناش حق ان احنا نشارك في البطوله العربيه. السنه اللي فاتت ابتدى يعمل اتصالات ان انا عايز اشارك في البطوله العربيه. طب نشترك في البطوله العربيه ازاي؟ نادي بيروت يبعت لنا دعوه ان احنا نشترك. تمام. اشتركنا، يمكن خسرنا من نادي بيروت في المجموعه، وفي النهائي كسبنا وكسبنا البطوله. بالظبط. السنه دي البطوله ليها طعم تاني. البطوله السنه دي اقوى. منتخب المنستيري ده فعلا زي ما كابتن مرعي قال منتخب تونس. بالظبط. وان انت تحافظ على اللقب لتاني سنة على التوالي أو تاخد تاني بطولة، ده إنجاز كبير. معانا واحد حبيبك قوي بيتصل عايز يمسي عليك، قول له مساء الشنطرة. مساء الشنطرة. مساء الشنطرة كابتن إسماعيل، إزيك؟ باشمهندس. عامل إيه؟ باشمهندس محمود القاضي. إزيك يا باشمهندس؟ كابتن إسماعيل. ربنا يخليك يا باشمهندس. عامل إيه يا كابتن إسماعيل؟ الحمد لله. يعني ما فيش شنطره جنبه يعني ولا ايه؟ مساء الشنطره يا كابتن محمد. حبيبي حبيبي. ايه اخبارك؟ حبيبي اخويا الغالي. عامل ايه؟ مليون مبروك البطوله العربيه ومزيد من الانتصارات دايما يا رب. ربنا يخليك يا كابتن، وانت كنت منور نادي امبارح وانا ببارك لك على البرنامج ومتابعينك وماشي كده من نجاح لنجاح باذن الله. ربنا وانت دايما بتبقى منورنا في النادي في الـ في الـ في المناسبات الحلوه. عايز تقول للجمهور اسكندريه بعد الانجاز اللي اتحقق ده؟ والله انا ببارك لكل جمهور اسكندريه بصفه عامه وجمهور الاتحاد بصفه خاصه. اليومين دول الحمد لله يعتبروا من افضل الايام من سنوات كتير في تاريخ نادي الاتحاد. الاتحاد مر عليه وقت صعب جدا، بس الحمد لله المجلس بالتواجد المجموعة الحلوة دي مع رئيس قوي محترم محبوب زي محمد مصلحي، واحد بيعرف يلم الناس حواليه وبيعرف يطلع يعني الحلو في كل واحد وبيشغل المجموعة بروح حلوة. بصراحة المجموعة كمان بتاعت المجلس مجموعة لذيذة جدا، الناس بتشتغل مع بعض بمنتهى التعاون والروح الحلوة اللي مع بعض. فده النتيجة اللي احنا شايفينها دي نتيجة التعاون والعلاقة الكويسة اللي ما بين المجلس بالكامل. طمني على المكافآت. والله المكافآت دي بقى ممكن استاذ حازم الرجال اللي هو اللي يفيدنا فيها بالارقام، بس هو مؤكد يعني وزير المالية محمود. بالظبط كده. المكافآت اللي طالعة باذن الله هتبقى افضل من اللائحة نفسها يعني. وهم ما تقلقش يا كابتن محمد، اللعيبه ما بتسيبش حقها يعني. لا خالص. استاذ اسماعيل عايز تساله سؤال؟ لا، الباشمهندس محمود القاضي من الناس القريبه جدا. احنا مجلس اداره ليه كبير الاستاذ محمد مصالح، فكلنا ملمومين حوالين الكبير. فالحمد لله النجاح اللي بيحصل في المجلس دلوقتي ده سبب ان احنا بنحب بعض وملمومين ورا كبيرنا. المهندس محمود القاضي من الشخصيات الجميله المحترمه المحبوبه. ربنا يخليك يا كابتن اسماعيل. ربنا يخليك. وانا بالمناسبه على فكره كابتن اسماعيل ماسك ملف الطايره وعامل شغل فيه. سبقتني جدا. سبقتني، انا لسه داخله في الطايره بس مش حاسبها. وان شاء الله الطايره باذن الله الفتره الجايه يعني نلاقيها زي السله كده، ويا رب تكون احسن باذن الله. يا رب يا باشمهندس. هو بصراحه عامل مجهود جامد، ربما ما يكونش متسلط عليه الضوء زي السله، بس دي حقيقه الواحد لازم يقولها. باشمهندس محمود، هل سيد البلد وسيد العرب قادر على الفوز بالبطوله العربيه في كره القدم زي الباسكت؟ بص، انا مؤمن دايما بحته ان احنا ما نبصش للحلم البعيد، احنا ناخد الدنيا واحده واحده. احنا السنه اللي فاتت تعبنا قوي عشان نعدي دور المجموعات، الدور التمهيدي، ونوصل دور ال 32. خدنا الموضوع خطوه خطوه، طلعنا ثلاث فرق كانوا مش ضعاف في السعوديه، وبعد كده الترجي كان حلم اشبه بمستحيل، وكل الناس قالت الاتحاد صعب. اتعادلنا هنا 1-1، النتيجه ما كانتش قد كده. رحنا هناك اتعادلنا 2-2 وطلعنا بطل افريقيا على ارضه. بعد كده قابلنا الزمالك اتغلبنا وكان على وكان بطل واحد. العرب ساعتها الترجي التونسي حامل اللقب، كان بطل العرب وبطل افريقيا. اه، وبعدها قابلنا الزمالك فاتغلبنا على ارضنا في اسكندريه، ورحنا كسبنا 1 وكسبنا بضربات الجزاء. فهو الموضوع، لا انت طالما عندك طموح وبتاخد الموضوع خطوه خطوه وبشكل مدروس،
ليه لا وارد يعني، ما انت برضو انت بتعمل اللي عليك وبيبقى في جزء توفيق. الحمد لله اللعيبه السنه اللي فاتت عملت اللي عليها والتوفيق كان محالفنا. السنه دي الحمد لله القرعه خدمانا ان احنا ما لعبناش دور تمهيدي، لعبنا دور 32 كسبنا العربي الكويتي رايح جاي، وبعد كده دخلنا على ماتش المحرق البحريني كسبنا في اسكندريه الحمد لله 2-0. بالمناسبه الباشمهندس محمود هو رئيس البعثه في البحرين. البحرين ربنا معاه ان شاء الله، ربنا يوفقك وترجع كده زي الاستاذ احمد عبد المجيد ما رجع من البطوله العربيه بالكاس، ترجع ان شاء الله ببطاقه التاهل لدور الثمانيه حبيبي. يا رب ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا ومساء الشنطره في كل وقت يا حبيبي. استاذ اسماعيل، عايزين نقفل ملف كرة القدم، بس قبل ما نقفل الملف ده، الاتحاد السكندري كان قاب قوسين او ادنى من تصدر جدول الدوري العام لولا مباراة دجلة والاخطاء الفجة. انا مقتنع ان هي عن غير عمد، ده اقتناع الشخص، ولكن مع حاجة. ولكن ما هو مين معلش يعني، المجلس استفاد ايه؟ الجمهور استفاد ايه؟ بونتين دول كان زمان الاتحاد 9 بونت، يكسب ماتش الحرس كان يبقى 12 بونت هيتصدر الدوري. انا اقول لحضرتك حاجه، احنا ماشيين بخطه ثابته، يعني احنا النهارده عندنا سبع نقط في اربع ماتشات في الاسبوع الرابع. ال- 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 الخطا اللي حصل انا مقتنع مع حضرتك ان هو خطا حكم في سوء توفيق، لكن هو مش متعمد، عشان في ناس كتيره جدا تقول لك ده متعمد لا. ضد الاتحاد. على فكره يمكن انا بشوف حب المصريين كلهم لنادي الاتحاد كبير جدا، اي فرقه بنروح نلعبها الناس بتقدر نادي الاتحاد وبتقدر مجلس اداره نادي الاتحاد، ومحبه للاسكندرانيه جدا. ف ده وارد في كره القدم، كله بيتظلم وفي توفيق وفي سوء توفيق وده وارد. كان ممكن دلوقتي تبقى قاعد قدامي متصدر الدوري وصعد لدور الثمانية في البطولة العربية وكانت هتبقى الفرحة مضاعفة. عموما شفت تأجيل الدوري من وجهة نظرك ازاي؟ لو تأجيل الدوري في صالح الكرة المصرية انا موافق عليه، لكن تأجيل الدوري مش في صالح الكرة المصرية. احنا بنشوف تأجيلات كتيرة جدا وتأجيلات مفاجأة، مش ببرنامج. انا ما عنديش برنامج، انا ما بقولش مثلا يوم كذا انا هأجل الدوري احنا فوجئنا بتأجيل الدوري. طيب والمدرب اللي ماشي ببرنامج وماشي بحمل تدريبي وعنده ماتشات في بطوله عربيه وعنده ماتشات في بطوله افريقيه، الناس دي هتعمل ايه؟ وجهه نظرك الدوري يعني بيتحسب التاجيل على حساب اهلي وزمالك بس؟ بصراحه انا مش عايز احسبها كده، مش عايز احسبها كده. اكيد اللي اجل الدوري وشايف ان دي مصلحه الكره المصريه في كده هو يعني أدرى، يعني الأهلي والزمالك موجودين في المنتخبات كلها، فبالتالي هم الاستمرارية موجودة. لكن مثلا نادي الاتحاد كان وصل فورمة وبيكسب في البطولة العربية، لو في لعيبة من أندية تانية والدوري تأجلها يبقى لمصلحتهم، مش هنقول الأهلي والزمالك بس. أنا مش بدافع، بس هم القائمين في اتحاد الكورة هم ليهم وجهة نظر في تأجيل الدوري. طيب سؤال مهم جدا، فين لعيبة الاتحاد من منتخب مصر سواء الأولمبي أو المنتخب الأول؟ أنا شايف إن خالد قمر اتظلم السنة اللي فاتت فعدم انضمامه للمنتخب، او السنه اللي فاتت يعني بشكل كبير كان خالد قمر كان ممكن يبقى له دور كبير جدا، واحنا شفنا مستوى المنتخب مع احترامي يعني كان خالد ممكن يبقى له دور كبير. صفقات السنه دي اعتقد فيها البعض ممتاز جدا والبعض لسه ما بانش، يعني احنا شفنا المباراه الاخيره احمد رفعت متالق، عماد السيد مستوى ثابت اعطى اضافه قويه للنادي الاتحاد وحراسه المرمى، شفنا ايكوي مهاجم اوغندا مهاجم شرس. انت شايف وجهه نظرك في الصفقات ايه؟ انا 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 بيعجبني اداره كابتن طلعت للامور وبياخد كل ماتش على حده، وكل ماتش ليه اللعيب بتاعه، او ممكن نلاقي اكوي النهارده اساسي بكره مش موجود. انا شايف ان في لعيبه هتظهر الفتره الجايه، الدوري لسه طويل وعندنا البطوله العربيه، وزي ما حضرتك شايف التاجيل كتير، وهل هنأجل تاني ولا لا، شايف لسه في عناصر كتيره جدا هتظهر. الكابتن طلعت يوسف مدرب قدير، يعني عمل لو يعني احنا قاعدين دلوقتي ممكن اقول لك ال11 اللي بيلعبوا في الاتحاد ممكن يكون التغيير بيبقى في مركز واحد اللي هو ايه، غباشي مثلا المباراه اللي فاتت لعب مكان هشام محمد او كان مين تاني بيلعب، خالد الغندور اللي هو ايه بيلعب 4 3 2 1 ثابت المباراه اللي فاتت بس عشان على ملعبه وعايز يكسب بفرق اهداف، فدخل احمد رفعت تحت راس الحربه ولعب 4 2 3 1. لكن خط ده انت عندك سيد سالم شمال، عندك اسامه العزب يمين، وعندك رزق وانور عماد السيد ثابتين، كل دول ثابتين، مانجا ونور ثابتين، خالد قمر وايكوي ورفعت ثابتين. اذا كابتن طلعت عمل هيكل
او قوام اساسي لنادي الاتحاد، ده عطى انسجام وتعاون في الملعب، رايك فيه ايه؟ طبعا الثبات في التشكيل مهم جدا للنتائج اللي احنا شايفينها دلوقتي. على فكره كابتن طلعت، انا كنت رئيس البعثه في الكويت، فقربت من الفرقه وقربت من كابتن طلعت. كابتن طلعت ما بيحبش وبيكره، بيضحك على طول وبيكشر على طول، ما عندوش بضحك في وش ده او ده مميز عندي وده لا. هو بيلعب حسب احتياجات المباراه، دي وجهه نظري. العدل هو اللي عامل لنا نتائج كويسه، راضيه جماهير نادي الاتحاد دلوقتي. انا كاتحادي وانا قاعد بتفرج على المباريات اللي بيديرها كابتن طلعت، حاسس ان انا مطمئن. انا ماتش المصري احنا كنا كسبانين والمصري بيهاجم هجوم شرس، انا حاسس ان انا مطمئن عن قبل كده. قبل كده كان الاتحاد في اخر دقيقه بيخش في جون بيتعادل، يا ما خسر السنه فاتت ماتشات كتير قوي في اخر خمس دقايق. النهارده تحس ان انت مطمئن شويه لاداء الفرقه. حضرتك من اعضاء مجلس الاداره القليلين في مصر اللي هم سنتين في المجلس ببطولتين، وبطولتين مش اي بطولتين، البطوله العربيه للباسكت. في ناس عاشت وطلعت ومشيت خالص وما خدتش اي بطوله، تقول ايه عن الكلام ده؟ هقول لحضرتك حاجه، انت معاك رئيس نادي قوي، انت حظك ان انت تشتغل مع رئيس نادي قوي عشان نقول عمره مقبوله ويرجع بالسلامه ويا رب يدعي. لسه متصل بيه النهارده وهو في المدينه باذن الله، بكره تقريبا ان شاء الله يعمل العمره باذن الله. استاذ محمد بيعمل كل حاجه، بياخد باله من كل حاجه، حتى من لبس الفرقه، من شكلهم، من المدربين. يعني اقول لك كل حاجه بيهتم بيها، ما بيفوتش. ومعاك رئيس نادي بيشيلك في ظهرك، لو في حاجه انت عايز تعملها يقول لك اعمل نفذ. فده سر النجاح. انا شايف ان هو يعني كانت مخاطره بصراحه، انا امسك نادي النهارده لسه فريق الباسكت برضو نتائجها ما كانتش كويسه شويه، ان انا اشترك بيهم بطوله عربيه، لو حصل اخفاق ما ده محسوب عليا، لو طلعت تالت حتى مش هيرضي الناس. الناس باصه للاتحاد في كره السله نمبر 1 بطل نمبر خلاص، مفيش حد زي الاهلي والزمالك في القدم. النهارده الناس مش راضيه غير بالدوري، مش راضيه غير بالكاس. ما انا كنت لسه هقول لك الوضع السنه دي ما خدتش دوري هتبقى مشكله. الوضع مختلف عن كره القدم خالص، احنا ابطال. هي الجمهور الاتحاد عايز بطوله، الاتحاد السكندري حضرتك اعمل بطوله للمنتخب في اي حته في اي محافظه، بطوله المنتخب، شوف جماهيريه اي محافظه واعمل بطوله في اسكندريه، شوف الجماهيريه هتبقى عامله ازاي. الاتحاد السكندري باسكت. عموما عايز اخدك لنقطه ثانيه في اسكندريه النهارده، للاسف في دوري الدرجه الثانيه النهارده الاولمبي كان بيلعب دمنهور، المباراه الثالثه في الجوله. عايز اقول لك ان الاولمبي عمل كل حاجه في الكوره الا ان الكوره تخش الشبكه، اللعيبه دخلت الشبكه، كل الناس دخلت الشبكه الا الكوره. العارضه النهارده شالت حوالي كورتين ثلاثه، طبعا دي الهزيمه الثالثه للنادي الاولمبي، وفي موقف حرج جدا، موقف سيء، ولا نقطه في المجموعه، طبعا زي المجموعه. فاحنا معانا على التليفون نائب رئيس النادي الاولمبي سياده اللواء جمال عبد العال. استاذ سنتر يا سياده اللواء، اهلا اهلا، ازيك يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ معانا الله يخليك، معانا طبعا الاستاذ اسماعيل محمد عضو مجلس اداره نادي الاتحاد وبيمثل على حضرتك. انا بمثل عليه وانا عارفه شخصيا يعني، ربنا يخلي حضرتك يا سياده اللواء على تحقيق كاس البطوله العربيه. متشكر جدا يا فندم، ويا رب دايما كده كل خير يا رب. يا رب متشكر جدا، وهارد لك النهارده يا سياده اللواء. ربنا يخليك ويكرمك. طمنا يا سياده اللواء، طلعت انباء بعد المباراه عن استقاله الكابتن احمد الكاس او اقاله الكابتن احمد الكاس، وحضرتك طبعا اللي عندك الخبر اليقين. لا والله، هو يعني الكلام ده ليس له اي اساس في الصحه. احنا النهارده اتفرجنا وحضرتك اتفرجت على الماتش، احنا عملنا ماتش كويس جدا زي ما حضرتك قلت كده، افضل مباراه، افضل مباراه، ونسبه استحواذ عاليه جدا، نسبه تضيع اهداف كبيره جدا. فاحنا دلوقتي خلاص عندنا يعني من يعني معلش يعني من ماتش لماتش في تحسن، واحنا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين باذن الله، واللي جاي افضل باذن الله يعني ان شاء الله. وانا اعتقد ان كمان الكابتن احمد الكاس النهارده اداء عالي جدا، وكمان النهارده في لاعب ناشئ عنده 18 سنه اسمه نادي، النهارده شفناه في الملعب بيديله الكابتن احمد، مش اول مره يديله، واضح ان هو لعيب كويس. والكابتن احمد ابن النادي الاولمبي، مدرب كبير، اعتقد ان هو محتاج شويه وقت عشان اللعيبه، هو طبعا كان جايب 12 لعيب المجلس وفرهم له هذا الموسم، وبالتالي اللعيبه محتاجه شويه وقت وانسجام. وافضل قرار اتخذه المجلس هو
اعطاء الثقه للكابتن احمد الكاس، اعتقد الفتره اللي جايه ان شاء الله الاولمبي هيعود لمكانته الطبيعيه. ومش بعيد عليك، السنه اللي فاتت كان الاولمبي في نفس المشكله، حضرتك فاكر اول خمس ست ماتشات مع الكابتن علاء نوح. تمام. والمجلس تدارك الوضع مع الكابتن احمد ساري، ايه رايك؟ ايه لا لا تمام، احنا باذن الله طبعا يعني انا حاسس بامل كبير جدا بعد ما شفت ماتش النهارده. يمكن الماتشين الاولين برضو يعني ما كانش فيه انسجام من اللعيبه، ما كانش فيه، لكن النهارده لا كل حاجه فعلا زي ما انت بتقول اتعملت في الكوره، واملنا كبير في الماتشات اللي جايه باذن الله. والاولمبي لازم طبعا يرجع مكانه باذن الله، مكانه المعهود يعني. بالتوفيق للنادي الاولمبي يا سياده. اللي هو لو حضرتك عايز توجه اي سؤال بقى للاستاذ اسماعيل على الهوا كده عشان نشوف عايز تقول له ايه. لا انا نفسي يعني باذن الله اشوف فريق الاتحاد في الدوري المحلي حاجه كبيره قوي في الـ في الـ في الاربعه الاوائل على الاقل، وببارك لهم على الباسكت يعني طول عمر الاتحاد، يعني الاتحاد اللي حببني في الباسكت انا شخصيا وانا صغير. لسه بنتكلم في ده يا سياده اللواء. والله الناس الجمهور الاتحاد ما بيقبلش غير بطوله في الباسكت. انا اتفرجت على الاتحاد يعني زمان، ويمكن كنت بطلع خدمات يعني مش ما كنتش قاصد ان انا جمهور يعني، انا كنت طالع خدمه تامين المباراه. حببتني في الباسكت الاتحاد. بشكرك جدا يا سياده اللواء، وان شاء الله تكون ضيفنا بقى في احد الحلقات القادمه، وبنشكرك على مجهوداتك والتسهيلات اللي حضرتك بتقدمها لنا، والبرنامج الكوره مع شنطوري حضرتك وسياده النائب المحترم المهندس طارق السيد وباقي اعضاء مجلس اداره النادي الاولمبي، بشكرك شكرا جزيلا. نرجع لحضرتك بقى يا فندم. ملف الطايره، السله تمام، والقدم ما شاء الله، انتصارات في البطوله العربيه والدوري. الطايره امتى بقى هنسمع النادي الاتحاد ياخد بطوله كاس مصر؟ انا عايز بس اروح بيك لحته كده مهمه اللي ممكن في ناس كتير ما تاخدش بالهم منها. انت النهارده عندك بعد الاهلي والزمالك في جميع الانديه الشعبيه نادي الاتحاد بس اللي عنده جميع الالعاب. لا المصري ولا الاسماعيلي، انا بكلمك على الانديه الجماهيريه. النادي الاتحاد عنده كوره، عنده فرقه باسكت بيتصرف عليها كتير، لان ده فريق بطوله زي ما حضرتك شايف، سبع بطوله عربيه، تاني بطوله على التوالي، الناس عايزه دوري وعايزه كاس. كره الطايره النهارده خامس الدوري. الالعاب الفرديه بتحقق بطوله عالم وبتحقق افريقيا، وعندنا ابطال، مش العمليه مش تمثيل مشرف. النهارده دخلنا كره اليد في نادي الاتحاد اول مره في تاريخ نادي الاتحاد يخش كره اليد. فالاهتمام بالالعاب سواسيه. كره الطايره النهارده طلعت خامس دوري، بنطمح ان هي ان شاء الله السنه دي تخش مربع او تخش ثالث او تحقق كاس، بنطمح في كده باذن الله. احنا ضمنا مجموعه من لعيبه كبيره، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. نشوف الطايره واليد كمان زي القدم والسله. هناخد تقرير اخير معانا مع نجوم بقى الباسكت بتوع نادي الاتحاد، نشوف قالوا ايه ونرجع مره ثانيه. انتظرونا. لها جماهيرنا اللي بتحبنا واحنا بنحبهم، وربنا يقدرنا ان احنا نقدر نساعدهم على طول ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن. والجماهير طالبه منكم بعد البطوله العربيه الدوري، تقول لهم ايه؟ طبعا اهم حاجه الدوري، انا عارف طبعا علشان الدوري غايب بقاله كتير عن اسكندريه، وربنا يكرمنا السنه دي ان شاء الله. يعني زي ما انت شايف ان الحمد لله الفريق شكله كويس، وكل دي خطوات اعداد لبطوله الدوري السوبر والكاس ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحققه. كابتن احمد عادل دوله نجم فريق الاتحاد السكندري لكره السله، اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا بيك، ربنا يخليك على المقدمه الجميله دي. الف مبروك على البطوله يا كابتن. الله يبارك فيك. اقل حاجه نقدر نديها لجمهور اسكندريه. كلمنا عن مشوار البطوله يا كابتن. والله المشوار كان صعب، احنا كان معانا فريق تونسي في المجموعه، خسرنا منهم بدايه المجموعه، بس قدرنا احنا نلم نفسنا تاني. قابلنا الجزيره في دور الثمانيه، فريق محترم، بعد كده الاتحاد المنستيري تاني، قدرنا نفوز عليهم، والحمد لله في النهائي قدرنا نفوز على بيروت. وعلى نادي بيروت سنتين ورا بعض. سنتين ورا بعض، بس الحمد لله هم احنا كنا مستعدين لهم كويس، وقدرنا نذاكرهم كويس، وتوجيهات كابتن مرعي الحمد لله قدرنا نعمل مباراه كويسه. تحب تقابلهم المره الثالثه يا كابتن؟ والله احنا دلوقتي نقابل اي حد. مش مشكله، مش هتفرق. الف مبروك يا كابتن. طب بتقول ايه لجمهور نادي الاتحاد اللي مأزركم على طول؟ طبعا اشكرهم واقول لهم احنا خسرناكم السنه اللي فاتت، بس نوعدكم السنه دي الموضوع يبقى مختلف ان شاء الله. هم طالبين منكم طبعا بعد البطوله العربيه الدوري والكاس زي ما كانوا بينادوا في المدرجات دلوقتي. اكيد نادي الاتحاد نادي تاريخ معروف ان هو بيخش اي بطوله يلعب عليها، فاحنا ان شاء الله بطوله نخش عليها نبقى بنلعب فيها. طب تهدي البطوله لمين يا كابتن؟ جمهور اسكندريه والمجلس اداره نادي الاتحاد وللعيبه والجهاز الفني، عشان
نكتب تاريخ للنادي. الكابتن محمد طه ميدو، الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، تسلم. كلمنا بقى عن البطوله الغاليه دي. والله يعني بص يعني الحمد لله يعني ربنا كبير ما بيضيعش تعب حد، يعني احنا تعبنا وبقى لنا 3 شهور بنجهز للبطوله دي، تعبنا كل واحد طلع اللي عنده. فعلا احنا يعني الفرقه كلها رجاله، محدش خزل ابدا ولا نقطه دم من عنده، كلنا طلعنا كل اللي عندنا، كل طاقتنا طلعت في البطوله دي. معانا جهاز فني كامل يعني بجد محترم، محترم بجد بمعنى الكلمه. معانا طبعا مجلس اداره يعني واقف ورانا، واقف في ظهرنا دايما، هو اللي ساندنا. بنشكر طبعا الجمهور، ما فيش اعظم من كده ابدا، ان هو يعني انت متخيل ان حد يجي الساعه 2 بالليل ولا 1، استقبال تاريخي ده، حاجه يعني ما بتحصلش، بس ما شاء الله يعني الدنيا منوره يعني بالجمهور والله. فدي الحمد لله يعني بطوله غاليه ثاني سنه على التوالي. الحمد لله ده تاريخ جديد، يعني احنا حققنا تاريخ جديد وعملنا تاريخ للنادي، الحمد لله ربنا كريم. يعني معانا الزعيم عادل شكل، كبير مشجعي سيدي البلد نادي الاتحاد السكندري، الف مبروك يا زعيم. الحمد لله وما نصر الا من عند الله، ودي البطوله الثانيه على التوالي، والكلام ده يحسب للعيبه نادي الاتحاد وجهاز الفني ومجلس الاداره بكتب الاستاذ محمد مسرحي. وعايز اقول لك حاجه، النهارده كانت زفه في مصر قدام مطار الكرة، عرفنا العالم كله ان الاتحاد واخد بطوله، عرفنا الدنيا كلها ان الاتحاد السكندري ابطال. وانا عايز اقول كلمتين للاعلام المصري، لو اي حد بياخد علبه بليله بتعملوا له وتقفوا له وتصيطوا له، انما نادي الاتحاد السكندري نادي كبير بجمهوره، كسك اليانا اللي بوره. مبروك مرة تانية وثالثة ورابعة وعشرة لنادي الاتحاد السكندري ومجلس ادارته وجمهوره وجهازه الفني واللاعبين. وطبعا ما انساش ان انا اشكر النجوم النهارده بتوع الحلقة، احمد فوزي الشنطوري ومراسلنا طبعا وشريف المغربي، اللي قدموا لقاءات ممتعة سواء مع مجلس الادارة او مع اللاعبين او مع الجهاز الفني. ومن خلفهم طبعا اللي ما يظهروش في الكاميرا، الاستاذ محمود حسن محمد حسن المكوك السكندري الصحفي المميز، والاستاذة اميرة عبد الرحمن. ونرجع بقى لنجمنا استاذ اسماعيل، معانا مكالمة تليفونية. الو الو، ايوه كابتن محمد، اتفضل. مساء الشنطره يا استاذ عبده. ايوه مساء الشنطره يا كابتن حبيبي، اتفضل معاك الاستاذ اسماعيل محمد. تحب تقول له ايه؟ احب اقول له مبروك طبعا لنادي الاتحاد البطوله العربيه في كره السله، وان شاء الله جماهير الاتحاد واسكندريه كلها وراه في كره القدم في البطوله العربيه باذن الله. وان شاء الله الاستاذ محمد مصيرحي مش مقصر، وان شاء الله ان شاء الله اللعيبه هتكون عند حسن ظنه وحسن ظن جماهير اسكندريه كلها ان شاء الله باذن الله. حبيبي اشكرك يا استاذ عبده، اشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك يا كابتن، ان شاء الله من توفيق لتوفيق كده باذن الله، ونشوفك في حاجات احسن من كده بكتير ان شاء الله باذن الله. هيكون معانا بقى استاذ اسماعيل دلوقتي بعض الصور، حضرتك هتعلق لنا على الصوره بخبر. تمام، اول صوره معانا هتكون صوره الاستاذ محمد مسيلحي رئيس نادي الاتحاد الحالي مع صوره الاستاذ محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السابق. ده اللي احنا تربينا عليه، الدكتور محمود مشالي والاستاذ محمد مصالحي اصدقاء عمر، الناس دي اللي احنا بنتعلم منها الاحترام. الدكتور محمود مشالي جاي قاعد كراجل اتحادوي، الراجل ده بذل مجهود كبير في نادي الاتحاد، خدم النادي كتير، خدم النادي وهو لعيب. على فكره الدكتور محمود كان مدربي في الكره الطايره، الناس ما تعرفوش يعني. هو مجلسه بذل مجهود كبير بصراحه، ووقفوا مع النادي في وقت صعب، وانا بشكره وبشكره على تواجده ودعمه للنادي. طبعا هي الصوره عنوانها الاحترام والاصاله، جدا جدا. هو ده نادي الاتحاد، احنا نادي الاتحاد ده بيتنا، بيتنا الكبير. احنا يوم الانتخابات بعد ما النتيجه طلعت اللي ما وفقوش الحظ، جاء قال كلنا تصوروا مع بعض وعلاقات الود ما بيننا دلوقتي، وده بيتنا الاتحاد، ده بيتنا. الصوره الثانيه معانا هي صوره للمستشار تركي آل الشيخ والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، تعليقك. الصلح خير، ونتمنى الاجواء تهدى بقى خلاص. حضرتك كنت تفضل ان المستشار تركي ما يمشيش ويفضل هو اللي ماسك بيراميدز، ولا كده افضل؟ ولا يعني التجربه، انا عايز اقول لك التجربه بتاعت بيراميدز دي من وجهه نظرك نجحت وهتستمر، ولا هي فتره وخلاص؟ وجهه نظري تجربه بيراميدز صعبت الامور جدا في اسعار اللعيبه، وعملت لود كبير جدا على الانديه الجماهيريه بالذات. انت حضرتك شفت الاسعار بقى مبالغ فيها، طب الانديه الجماهيريه هتعمل ايه في
في وسط ده هنجيب اللعيبه اللي على مستوى عالي منين وارقامهم ايه. وطبعا العمليه كان مبالغ فيها جدا يعني. انت شايفها هتستمر مع المستثمر الاماراتي ولا مع مرور الوقت خلاص؟ اعتقد مع مرور الوقت خلاص. اجابه نموذجيه. الصوره اللي بعد كده معانا هي صوره تويتة كهرباء امير مرتضى منصور طبعا المشرف العام بنادي الزمالك على موضوع كهرباء. هو بيقول الباب ليس مفتوحا امام عوده كهرباء، تصريحاتي السابقه فسرت بطريقه خاطئه، بحب كهرباء لكن الزمالك اهم وابقى منه. طبعا هو من يومين كان قال ان الباب مفتوح امام عوده كهرباء. طبعا السوشيال ميديا حضرتك عارف هاجت وماجت وجمهور الزمالك يرفض عوده كهرباء. السؤال بقى هنا انا مش عايز اسالك ان يعني تعليقك على امير نفسه، انا عايز اسالك حضرتك لو استاذ اسماعيل محمد واللعيب ده في نادي الاتحاد وعمل كده وساب نادي الاتحاد ومشى، هل استاذ اسماعيل بقى لو هو في نفس الموقف هيرحب بده؟ لا. ان هو يعود تاني؟ لا صعب. في الانديه الجماهيريه حضرتك ولاء اللعيب وانتمائه لناديه الصوره اللي يمشي بيها دي مش ما ينفعش ان هو يرجع تاني. انا وجهه نظري يعني. يعني انت مع المستشار مرتضى ومع الكابتن امير ان هو ما يرجعش خلاص؟ طبعا وجهه نظر شخصيه يعني. تمام. طيب محمد صلاح مش هو، ايه رايك في الفتره الاخيره خاصه بعد عدم تصويت اتحاد الكره المصري ليه في جائزه ذا بيست؟ وارد ان انا يبقى يحصل لي دروب شويه في مستوايا واطلع تاني، وارد. ده نجم كبير والكلام ده بيحصل مع نجوم كبار ومن زمان بيحصل على سنه وانزل سنه، وده وارد يعني. اه ولا لا؟ موافق على وجود النني في المنتخب اه ولا لا؟ لا. عمرو ورده ايه رايك فيه؟ انا بشوف ان في لعيبه ما اضافت لمنتخب مصر، وبشوف ان في لعيبه ما اضافتش حاجه لمنتخب مصر بصراحه يعني. بيراميدز وهناك ازمه اثيرت في يمكن قبل ما نطلع على الهواء قرينا خبر حصري ان الكابتن حسام البدري استبعد جميع لاعبي بيراميدز لان نادي بيراميدز رفض ان هو يبعتهم تجمع المنتخب الا قبل الا زي التجمعات الدوليه قبلها بثلاث ايام. طبعا بيراميدز بيقول ان اتحاد الكره ظلمه، اجل الاهلي والزمالك وهم بيلعبوا في افريقيا ما اجلهمش. فتم استدعاء كابتن حسام بدري، استدعى ايمن اشرف تاني اللي هو استبعده رجعه تاني وكريم طارق. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ ان انت مع موافق ان بيراميدز ما كانش يبعت اللعيبه؟ لا طبعا. على اساس المعامله بالمثل اتحاد الكوره بيضايقني فانا بضايقه؟ لا 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 لا، احنا بنعمل لمصلحه منتخب مصر وبنعمل لمصلحه البلد، مش المعامله بالمثل. احنا كلنا بنتكاتف عشان خاطر منتخب مصر. استاذ اسماعيل محمد عايزك توجه رساله لجمهور زعيم الثغر سيد البلد وسيد العرب، تقول له ايه في نهايه حديثنا؟ جمهور الاتحاد السكندري بصراحة بيحرجنا بانتمائه وبخوفه على فرقته. كل واحد فينا بيحب الكيان من وجهة نظره. هل بقى هو بيغلط بيصبر انت حضرتك كنت موجود معانا يوم الاحتفالية واحنا مستنيين فرقة الباسكت. انا لاحظت حاجة ان كل واحد جاي هو وزوجته واولاده الساعه 3 صباحا، انا كنت موجود معاه بصراحه. يعني ان واحد ينزل هو وزوجته واولاده عشان بيحب الاتحاد السكندري وعشان مستني فرقه الباسكت ومستني فرحه، ده حاجه تحطك في مأزق. النهارده انت لازم تفرح الناس دي على طول. امنيتك في 2020 ان شاء الله؟ انا السنه دي حاسس ان شاء الله سنه خير على النادي، بدينا كويس باستقرار في الكوره وبادينها ان شاء الله ببطوله في الباسكت. معانا مدربين ذو شخصيه احنا محتاجينها، ذو شخصيه قويه احنا محتاجينها. بطمح ان شاء الله ان احنا موقعنا بقى في الدوري السنه دي متميز ونخش افريقيا. بطمح ان احنا نحقق كاس مصر. كل التوفيق لحضرتك والنادي الاتحاد وجمهوره. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا والله. بشكرك وبشكر دعمك للنادي الاتحاد. حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت، بنشكر ضيفنا ويا رب نكون خفاف عليكم. لازم ومهم وضروري تستنوا الحلقه الجايه الثلاثاء القادم 12 مساء على قناه الصحه والجمال من برنامجكم الكوره مع الشنطوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.